السيد الرئيس، أيتها السيدات، أيها السادة، صباح الخير. أحييكم في هذه الأسبوحة الجميلة التي نجتمع تحت سقف اليونسكو لمناقشة موضوع في غاية الأهمية وفي غاية الحيوية وفي غاية الخطورة في الوقت نفسه، خصوصاً وأن الموضوع ينطلق من معيارين أساسيين: المعيار الأول المعيار القانوني أو الحقوقي، أما المعيار الثاني فهو المعيار الإعلامي، وكما يقول الفرنسيون نحن نلبس القبعتين، القبعة القانونية والقبعة الحقوقية والقبعة الإعلامية، كيف السبيل إلى مد الجسور ما بين القبعتين لما فيه المشترك الإنساني. والمشترك الإنساني بهذا المعنى الذي يمثل الثقافات والحضارات المختلفة في إطار ثقافة كونية أساسها المبادئ التي تحدث عنها المتحدث الذي سبقني، والتي تقوم على مبادئ السلام والتسامح وقبول الآخر ورفض الكراهية ورفض العنف واعتماد الوسائل السلمية في حل المنازعات وصولاً إلى ما هو مشترك يؤدي إلى احترام حقوق الإنسان، وتلك هي القيمة الأساسية التي نعمل جميعاً من أجلها. السفير مستر فيير قال أن الوقت من ذهب، أو أن سيقطعنا بالوقت، ونقول في العربية الوقت من ذهب مثل السيف إن لم تقطعه قطعك. هذا هو وقت الحوار، وقت تبادل الرأي، وقت استمزاج وجهات النظر وصولاً لما هو مشترك. الحوار لم يعد خياراً فحسب، الحوار ضرورة، أصبح ضرورة. ما حصل في شارلي إيبيدو نحن في فرنسا، وما يحصل في العالم العربي والإسلامي من إرهاب وعمليات تفجير، وما حصل في العراق وأفغانستان وغيرها وغيرها، وما يحصل يومياً في فلسطين يجعلنا ندعو إلى الحوار، ندعو إلى نشر ثقافة السلام، ثقافة التسامح، ثقافة عدم الإقصاء، عدم التهميش، عدم إلغاء الآخر. كل ذلك يستوجب أولاً وقبل كل شيء الحديث فيما يتعلق بيننا، من نحن أولاً. أشار السفير أستاذ زياد بقوله لابد من تأصيل بعض المفاهيم وبعض المصطلحات. ما الذي نعنيه بالمقدس؟ من هو المقدس؟ من هو الذي يعطي صفة التقديس لهذا المقدس في حين لا يراه الأمر، لا يراه الآخر مقدساً؟ ما هو الفرق بين حرية النقد وحق النقد، وبين ما يسمى بين قويسات الحق في التشهير؟ الفرق بين حرية التعبير وحرية التشهير. لابد هناك ضوابط معينة يمكن اعتمادها بالمشترك الإنساني الذي نبحث عنه وفي إطار ثقافة الحقوق. عندما نقول حرية التعبير فنعني أنها جزء من منظومة. بعد حق الحياة هناك أربع حقوق أساسية لابد من توفرها في أي مجتمع، أولها وأساسها حرية التعبير أو حق التعبير، ثم حق الاعتقاد وهو حق للبشر، ثم حق التنظيم الحزبي والسياسي والنقابي والمهني والأكاديمي والاجتماعي، ثم الحق في المشاركة. والحق في المشاركة حق مهم، إذ لا يمكن دون المشاركة ودون مبادئ المساواة الحديث عن منظومة الحقوق بعد حق الحياة. حتى حق الحياة أحياناً يصعب الدفاع عنه بدون وجود حق التعبير. حق التعبير إذن مسألة أساسية وجوهرية ركزت عليها من خلال البحث انطلاقاً من العنوان التي وضع لهذا المحور فيما يتعلق بالمبادئ والقيم والحدود الخاصة بحرية التعبير. أريد أن أقول أحياناً ما يراه البعض مقدساً يراه الآخر مدنساً، وما يراه البعض خيراً يراه الآخر شراً، وما هو ما نندد به أحياناً يؤيده البعض الآخر.
إذن لابد من وضع مسطرة، وضع كريتيريا، وضع معايير. هذه المعايير نجدها في الكثير من المواثيق والإعلانات الدولية، لعل أهمها هو ميثاق الأمم المتحدة الذي وردت فيه كلمة حقوق الإنسان 7 مرات، ثم في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، والذي عزز بوثيقتين دوليتين، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدر عام 66، والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صدر عام 66 أيضا، ودخل حيز التنفيذ عام 1976، وسمي الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ويمكن أن نضيف لهم عدد بروتوكولين آخرين. هذا الأمر يجعلنا أن نتوقف، نحن نجتمع هنا بمعنيين. المعنى الأول أن هذا الاجتماع الذي تكرسه اليونسكو وهذه النخبة الخيرة والكوكبة اللامعة من سفراء ومن معنيين ومن مثقفين ومن خبراء ومن إعلاميين، لنناقش بعد ربع قرن وثيقة ما بعد ويندهوك، وويندهوك هي وثيقة صدرت في عام 1991 بإشراف من اليونسكو لصحفيين أفارقة، يجري الآن الحديث عنها في إطار مدونات وفي إطار اتفاقيات ومعاهدات دولية، ما تزال بعضها قيد المناقشة، بعضها الآخر أن العديد من البلدان لم تنضم إليها أو لم تصدق عليها، انضمت ولكنها لم تنضم. الأمر الذي أمامنا واقع جديد وواقع مهم، هناك خطران يتمثلان، ثقافة السلام وثقافة الحوار وثقافة القبول بالآخر والاعتراف بالآخر. خطر الأول إذا افترضنا ينطلق من الغرب، وهذا ناقشه مؤتمر ضد العنصرية الذي انعقد في ديربن عام 2001، موضوع الزينافوبيا ضد الأجانب، وينطلق من هذا الإسلاموفوبيا، العداء أو الرهاب للإسلام. هذا موجود، هذه ظاهرة في الغرب، أحزاب يمينية، أحزاب فاشية، أحزاب ضد الآخر، وسمعنا كلام ترامب مؤخراً دعوة لمنع المسلمين إلى آخره إلى آخره. وهناك وجه آخر، الويستوفوبيا. الويستوفوبيا موجودة في عالمنا العربي والإسلامي، يعتبرون كل ما يأتي من الغرب شر مطلق وعنصري، وبالتالي هو يستهدف الحضارة العربية الإسلامية ويستهدف العرب والمسلمين. كيف السبيل لمد جسور من الثقة بين الثقافات والحضارات المختلفة في إطار المشترك الإنساني؟ عودة هنا لمبادئ الحوار، وعودة إلى حرية التعبير وتمييزها عن حرية التشهير. لا يمكن الحديث عن أن حرية التعبير مطلقة، لا يوجد شيء مطلق، كل شيء بالحياة نسبي. ربما هناك قضيتان مطلقتان، الموت مطلق والتغيير مطلق، كل شيء عدا هاتين القضيتين يبقى نسبيا. حرية التعبير نسبية في الحروب، تختلف عن في فترة السلام على سبيل المثال، عندما يتعرض البلد لخطر داهم يختلف عن الوضع الطبيعي لهذا البلد. هذا الأمر بحاجة إلى دراسة وبحاجة إلى توقف. هل يحق تحت عنوان حرية التعبير على سبيل المثال الدعوة للكراهية، الدعوة للعنصرية، الدعوة للتمييز العنصري، الدعوة للإرهاب والحظ على الإرهاب وممارسة الإرهاب، الدعوة للعنف، الدعوة للإتجار بالبشر، الدعوة لغسل العملة، الدعوة لتأييد عصابات المافيا لما يتعلق بتجارة السلاح على سبيل المثال وتحبيث تجارة السلاح؟ هذه أمور تحرمها القوانين الوضعية في جميع البلدان، وهناك تفاوت في مدى موضوع حرية التعبير وبين قوسات الحق في التشهير. بعض البلدان تضع حرية التشهير في إطار القوانين الجنائية، لكن دعاة حقوق الإنسان، لكن
المهتمين بقضايا حرية التعبير يدرجونها ضمن القوانين المدنية الخاصة بالتعويض والخاصة بالقذف والتجديف وإساءة استخدام هذا الحق بما يؤدي إلى وضع ضوابط معينة. أضرب مثلاً وأكتفي بهذا الحد لأن الوقت من ذهب كما قلت سعادة السفير. هل يحق على سبيل المثال الفرق، أريد أن أقول الفرق بين حرية التشهير وحرية التعبير؟ أحياناً نقول فلان وجهة نظره فاشية أو عنصرية أو مسيئة للحق الفلاني أو للحق الفلاني أو للحق الفلاني، هذا يندرج في إطار حرية التعبير لا يحاسب عليه القانون. ولكن إذا قلت أن فلان الإعلامي المعين يكتب هذا المقال لأنه قبض مبلغاً من المال وبموجب هذا القبض يكتب بما يتهم فلان أو فلان أو فلان، القانون سيحاسب، سيقول لك أعطني من أين لك، من قبض وكيف قبض ومن أين وإلى آخره، يمكن إحالتك إلى القضاء وفقاً لهذا الاعتبار. هناك إذن فروق، هذه الفروق ربما جوهرية فيما يتعلق بهذا الموضوع. الملمح الآخر، قلت أن اليونسكو تعقد هذا الملتقى بعد مرور 25 عام. هذا الاستذكار مهم لجهة التذكير بدور الإعلام أيضاً. الإعلامي حسب ألبير كامو هو مؤرخ اللحظة، وقيل عن الصحافة سابقاً صاحبة الجلالة وأنها السلطة الرابعة. هذا الأمر يصبح في ظل الثورة العلمية التقنية وتكنولوجيا المعلومات، وأن المعلومة تصلك بعد لحظات وأنت مسترخي في غرفة النوم أو في على الأريكة في غرفة الاستقبال. هذا الأمر تجاوز هذه الحدود بما فيها الإنترنت ووسائل الإعلام الحديثة التي تحتاج إلى وضع ضوابط ليس تقييدية بقدر ما هذه الضوابط تكون ذا مسحة فكرية ثقافية ضد الكراهية، ضد العنصرية، ضد ثقافة الإقصاء، ضد الإلغاء، من أجل التعايش، من أجل التسامح، من أجل السلام. شكراً جزيلاً سيد الرئيس.